أمارس رفع الأثقال، وإن شاء الله عندي بطولة في أبو ظبي للأولمبياد الخاص الإماراتي لرفع الأثقال، وإن شاء الله نحقق إنجاز ونجيب المركز الأول. أنا أمارس الرياضة لمدة لسنة 2004 تقريبا من 14 سنة، وشاركت عدة بطولات محلية خارج الدولة، على أكثر من 100 ميدالية ملونة في الأولمبياد الخاص خارج الدولة أو داخل الدولة.